السلام عليكم. هنكمل فيديوهات الاستراكشر كيبل سيستم، وقلنا الفيديو دوت هنبدأ في اللين كيبل. ده شكل كابل اللين، واكيد برضو كلنا شفنا الشكل ده قبل كده. اتش 2 انسيوليتد كوندكتور تويستد انتو 1 بير، كل طرفين منه بيكونوا ملفوفين على بعض بالشكل دوت. التويستد بيرز may be shielded or unshielded. لما نيجي نتكلم على انواع كابل اللين هنعرف يعني ايه كابل يكون شيلد او ان شيلد، وانواع البروتكشن اللي بتكون على الكابل، على كل بير او على الكابل ككل. اتش بير is an individual transmission line as the signal travels between the two conductor. تعال نكبر الصورة كده ونشوفها بشكل اوضح. الطرفين دول مع بعض اسمهم one بير. عندنا 1 بير بيعمل ترانسميت للداتا، و 1 بير بيعمل ريسيف للداتا. عندي الاكتف ديفايس اللي هو البي سي او الكاميرا، وعندي الاكتف ديفايس التاني اللي هو السويتش. بعمل ترانسميت وريسيف عن طريق 2 بير بس، يبقى بالتالي عندي 2 بير تانيين ما بيعملوش اي حاجه. بالتالي انا عندي 100% سبير في الكابل. حاليا ما بقاش 100% سبير، بقى في استخدام للتو بير التانيين، ونعرف الكلام دوت قدام مش دلوقتي. بس في بداية ما اخترعوا النتورك من سنين كتير كانوا عاملين 100% سبير. طب ليه حطوا 100% سبير؟ حد ممكن يفكر كده يقول لك هما ليه عملوا 100% سبير؟ يعني احنا عمرنا ما سمعنا في اي حاجة ان في 100% سبير. الناس اللي اخترعوا النتورك زمان كان عندهم تصور ونظرة للمستقبل ان هيحصل تطور تكنولوجي كبير جدا، فما ينفعش حد عمل نتورك في الشركة او في المشروع بتاعه ويكتشف مثلا ان بعد 10 سنين لما يحصل تطور تكنولوجي كبير ان النتورك بتاعته بقت غير صالحة ولازم السيستم كله يتغير من اول تاني. فكده انت عملت اهدار للمال. يبقى لازم في الاستراكشر كيبل بنبقى عاملين حسابنا ان الكابلات دي اتحطت في الحيطة واتحطت في السقف وتحت الارض خلاص، وبالتالي صعب ان احنا نغيرها. فلازم نعمل حساب المستقبل، ولازم نسيب في كل حاجة سبير كافي لأي فيوتشر اكستنشن. نخش بعد كده على الباتش بانل، بتكون بالمنظر دوت. هي عبارة عن شاسيه حديد زي ما احنا شايفين، بيكون جواه عدد من ال RJ45 اوتلت زي اللي موجودة في الحيطة بالظبط، بس الباتش بانل دي بتكون موجودة جوه الراك. طب ايه فكرتها؟ كل اوتلت في الحيطة موجود في الحيطة متوصل عليه اكتف ديفايس بيكون ليه ميرور في الباتش بانل دي. يعني انا لو عندي 10 اوتلت في الدور مثلا او في الزونة، هيكون متوصلين على 10 اوتلت في الباتش بانل دي. وزي ما احنا قلنا ان كل جهاز بيكون ليه الكابل الخاص بيه، يعني على حسب عدد الاوتلت اللي في المشروع هيكون عندي عدد اوتلت جوه باتش بانل يساوي نفس العدد. نخش بقى على الراك، بيكون بالمنظر دوت. ليه طبعا كذا سايز على حسب حجم المشروع او على حسب حجم الحاجات اللي هنحطها جواه. هو عبارة عن دولاب بالمنظر ده. لو هو صغير بيكون وول ماونتد، او لو هو كبير بيكون فلور ستاندنج، يعني ممكن نعلقه على الحيطة لو هو صغير كده، وممكن نحطه على الارض لو هو كبير. الراك دوت او الدولاب ده بنرص جواه الباتش بانلز والسويتشات الخاصين بالزونة دي. الراك مش بيتقاس بالمتر، لكن بيتقاس بحاجة اسمها راك يونت. والراك يونت 1 راك يونت عبارة عن 44.45 ملي، يعني أقل من 5 سم بشوية. يبقى الراكات بتتقاس بوحدة اسمها ار يو اللي هي الراك يونت. في راكات عبارة عن 9 ار يو، في 24 ار يو، في 42 ار يو، ده أكبر راك اللي هو الكبير أوي ده. الراك ممكن يكون 60 في 80 أو 80 في 80، ودوت في حالة النورمال اي تي روم، يعني في الغرف
بتاعة الاي تي اللي موجودة في الزونات عادي، لكن الراكات اللي موجودة في السيرفر روم بتكون 80 في 120، عشان بيكون فيها كومبوننت كبيرة شوية فبنجيبها 80 في 120، وعشان برضو التهوية تكون أحسن شوية. وزي ما قلنا إن إحنا بنعمل حساب الفيوتشر إكستنشن والتطور التكنولوجي الكبير اللي بيحصل، فلازم نخلي الفيلينج فاكتور بتاع الراك يكون حوالي 40%، عشان لو حصل أي فيوتشر إكستنشن أو تطور تكنولوجي يكون في عندي مكان داخل الراك أقدر إن أنا أزود سويتشات وباتش بانلز تانية وأغذي أي أوتليت زيادة ممكن يضاف. ناخد ملحوظة كده نقفل بيها الفيديو دوت. احنا قلنا ان كل ديفايس بيكون ليه اوتلت وكابل خاصين بيه. طيب ليه احنا مش بننقل كل الكابلات بتاعة كل اوتلت لحد السيرفر روم على طول؟ يعني ليه بنحط راك وباتش بانل وسويتشات وكده، ما ننزل تحت في السيرفر روم ونتعامل تحت؟ قالك ده طبعا جنان، مينفعش تعمل كده ابدا، لان ممكن المشروع يكون فيه 10,000 أوتلت 15,000 أوتلت، فهل هتنزل ب10,000 كابل أو 15,000 كابل لحد السيرفر روم؟ طبعا ما ينفعش. عشان كده بنعمل ايه، بيكون في عندي راك في كل زونة أو كل غرفة أي تي بيكون فيها راكات، باجي بكابلات من الـ RJ45 أوتلت لحد الباتش بانل داخل الراك، والباتش بانل بتدي السويتش. طيب السويتش ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بياخد الداتا من اجهزة كتير جدا ويجمع الداتا بتاعتهم على كابل واحد اللي هو الفيرتيكال كيبل او الباك بون، وينزل بيه لحد السيرفر روم. برضو هنا عندي راك جيت بالكابلات بتاعت كل ال RJ45 اوتلت، دخلت على الباتش بانل الاول، ومن الباتش بانل عن طريق باتش بورت اديت السويتش، ومن السويتش جمعت كل الداتا بتاعة الاوتلت دي ونزلت بكابل واحد غالبا بيكون فايبر لحد السيرفر روم. طب انا كده استفدت ايه؟ طبعا وفرت كابلات كتير جدا، يعني انا بدل ما بنزل بعدد الكابلات ده كله لحد السيرفر روم، لا انا جمعت كل شوية على كابل واحد ونزلت بيه. طب يعني ايه سيرفر روم اصلا، او يعني ايه سيرفر؟ السيرفر دوت هو عبارة، هو عامل زي جهاز الكمبيوتر بس امكانياته بتكون عالية جدا 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 بشكل لا تتخيله اصلا، عشان يقدر يشغل مجموعة برامج تشغل مؤسسة او شركة كبيرة. هنقف لحد هنا، والفيديو الجاي هنبدأ نتكلم على الهوريزونتال كيبل ليميتيشن، ونشوف ايه هي الليميتيشن بتاعة الهوريزونتال كيبل وازاي نخلي بالنا منها. شكرا.